السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. بعد تكوين عالي المستوى، تخرج دفعات الأطباء برتبة ملازم أول والأعوان لوحدات الحماية المدنية بالتأكيد على قيم المهنية والاحترافية. انطلاق واشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين سور الغزلان وحدود المسيلة، مشروع حيوي بأبعاد اقتصادية واجتماعية. مجمع سوناطراك يرفع التحدي في المجال الفلاحي بمشروع تكثيف بذور القمح بجاز الطويل بورقلة، وتجربة تصنيع مسحوق البيض بالصيف استثمار مربح في الصناعات التحويلية. السينما الفلسطينية توقظ الضمائر النائمة ضمن مهرجان الفيلم المتوسط بعنابة، وبونا تطوي بساط الفن السابع هذا المساء. في المستهل، كرس عقد تأسيس المبادرة الثلاثية الجزائرية التونسية الليبية دبلوماسية البراغماتية، إذ شكل ظهور هذا التكتل الإقليمي الجديد بديلا إقليميا استباقيا يؤسس لنهج جديد يؤمن بالعمل بدل الشعارات، قراءة في الأبعاد الاستراتيجية للتحالف الذي نشأ بقرطاج في هذه الورقة لدلال بوطبع. الدبلوماسية البراغماتية لا تعترف بالجمود. ميلاد مجموعة الثلاث بقرطاج يوجه بوصلة المغرب العربي الراكدة نحو العمل بدل الشعارات. بمجرد الإعلان من الجزائر عن لقاء الأشقاء تهاطلت التحليلات والتأويلات، واختلف الملاحظون حول تسمية القمة التي جمعت الرؤساء الثلاثة الجزائري التونسي والليبي بين اتفاق قرطاج واتحاد المغرب العربي مكرر وثلاثي تونس. وذهب المشككون إلى توقعات حول نتائج هذه الثلاثية متنبئين بعدم انعقادها، عكس التكهنات. انعقد في 22 أفريل لقاء تأسيسي لنهج جديد من التعاون. بعد سنة سيمر 30 عاما بالضبط على الإعلان عن شهادة الموت السريري لاتحاد المغرب العربي، والذي لم يعد موجودا في الواقع، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي حينها عن تجميد اتحاد المغرب العربي بحجة مشكلة الصحراء الغربية. ومنذ ذلك الحين تم تعطيل كافة مؤسسات الاتحاد باستثناء الأمانة العامة لهذا الاتحاد التي وضعت تحت رقابة المخزن الذي كان يستغلها ويستخدمها عند الضرورة لإضفاء الشرعية على أعماله. وإذا كان قد تم الإبقاء على أمين عام لاتحاد المغرب العربي، فإن هذا الأخير قد تم التكفل به جيدا من طرف القصر الملكي، حيث تحول إلى دبلوماسي مغربي تابع عوض أمين عام للاتحاد المغربي الذي يتواجد في حالة موت سريري. ومنذ 30 سنة تشكل مساهمات ومنح ورواتب موظفي اتحاد المغرب العربي عبئا على هذه الدول. لقاء قرطاج كان فرصة للتطرق للوضعية الهامدة لهذا الاتحاد، الكيان الذي لا يمكن إنعاشه بعد أن دخل كل هذه المدة الطويلة في حالة موت دماغي. الطريف في الأمر هو كون الجزائر التي اتهمت أنها المسؤولة عن هذا الوضع هي من دعت أشقائها المغاربة إلى التفكير في سبيل آخر. الرئيس تبون لم يخف يوما نواياه عندما يتعلق الأمر بالتعاون. الخطوة التي استبقتها الجزائر بعدة قرارات كالإعلان عن إنشاء 5 مناطق للتبادل الحر مع مالي، موريتانيا، النيجر، تونس وليبيا تحديدا. وإن كان لحكومات بعض دول هذه المجموعة سلوك عدائي، فالمبادرة تمهيد للطريق ريثما تعود دول الجوار إلى رشدها. ف
فشمال إفريقيا تبقى المنطقة الوحيدة الغير متكتلة، وذلك بسبب المغرب الذي فضل تحالفات مع الكيان الصهيوني ومحاولة الانتماء لهياكل تنظيمية أخرى بالمشرق. الجزائر التي احتلت الصدارة في المجال الدبلوماسي رافقت اقتراحها بديناميكية براغماتية شملت الملفات الأكثر استعجالاً على غرار أمن الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى تخص الطاقة وإنتاج الحبوب وتحلية مياه البحر والتحديات المناخية، مع التوقيع على اتفاق لمعالجة ملف المياه الجوفية المشتركة في منطقة شمال الصحراء بين الجزائر، تونس وليبيا. قادة الدول الثلاث كانت لهما الجرأة في رفض الوضع المتردي لاتحاد المغرب العربي، وشرعوا في مبادرة حازمة تتعدى مجرد التواجد في مجموعة الثلاثة إلى إنشاء اتحاد استراتيجي للتكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية كخطوة أولى لتأسيس حلف دول شمال إفريقيا الذي ستنضم إليه موريتانيا يوما ما. ولا يمكن سواء للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي غض الطرف عن قوة هذا التكتل المترابط، ناهيك عن الدول التي تتدخل في شؤون الآخرين والتي لم تستسيغ هذا العمل الجماعي الذي يجسد السيادة. تحالف قرطاج الجدير بكونه بديلا إقليميا استباقيا سيفرض نفسه بمرور الوقت كشريك موثوق ومسؤول تجاه الكيانات الشريكة الأخرى. بتكليف من السيد رئيس الجمهورية حل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف حل بالعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، ويعد انعقاد هذه الدورة الموسومة أفق وتعاون مشترك بين الطموحات والتحديات سانحة لدول الفضاء لدول الفضائين لبحث فرص التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما سيتم تقييم التقدم المحرز في تجسيد الأهداف المشتركة بعد مرور 10 أعوام على تأسيس هذا المنتدى كأرضية موحدة تهدف أساسا إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان. وعلى هامش أشغال المنتدى ينتظر أن يعقد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول المشاركة. بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية بالدار البيضاء أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد على مراسم حفل تخرج الدفعة 16 لرتبة طبيب ملازم أول والدفعة 47 لرتبة عون الحماية المدنية. الدفعات المتخرجة تضم 27 طبيبا ملازما و600 عون من الولايات العشر المستحدثة مؤخرا ضمن استراتيجية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي تهدف إلى تعميم التنمية. الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا عالي المستوى في مختلف التخصصات التي يتدخل فيها أفراد الحماية المدنية، وفي إطار التعاون الدولي تم تكوين عناصر للحماية المدنية لكل من موريتانيا وسوريا وفلسطين. في مواضيعنا التنموية ولفك العزلة وتحسين ظروف تنقل مستعملي الطريق أعطيت إشارة انطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين سور الغزلان وديرة بولاية البويرة على مسافة 17 كيلومترا، حيث أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الأخضر رخروخ أهمية صيانة الطرق كونها المحور الاستراتيجي لبرنامج قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. التفاصيل مع مريم بن عبد الرحمن. انطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين سور الغزلان وحدود ولاية تلمسيلة في شطره الممتد على مسافة 17 كيلومترا،
مشروع هام يسهم في تحسين ظروف تنقل مستعملي الطريق ودعم النشاط الاقتصادي بالمنطقة. الطريق هذه كانت فيها بزاف اكتظاظ وفيها بزاف ديزاكسيدون وكذا، منا مشروع ربي يبارك. سيتو طريق خطيره، فيراجات ومنعرجات تشوف فيهم، والله ربي اللي يعلم بهم. نضايقوا بزاف انا سوت من صور سيدي عيسى، نتعبوا بزاف. الله يبارك عليك، تعود دبل فوا ما شاء الله. ورشات صيانة يعرفها كل من الطريق الوطني رقم 15 على مسافة 9 كيلومترات بأغبالو، والطريق الولائي رقم 27 الرابط بين بوكرام وقرومة على مسافة 10 كيلومترات. نوليو نورمال، نخدمو نورمال، ما تجاه ثاني ما يعياش. هذا فريديك خسر شحال هيا، هذا فريديك ديكرادينا شحال هيا، اسا ترسم دي وكن اسخ من ترميمات نعاد سوسع من عاد ناجيم ودينا على عسى مالون، هذا فريدي ستيلوليزينا كل غاشي، هذا فريدي تعدينا كسيا كيا. حنايا في القطاع نعطيو اهميه كثيره للصيانه، لان شبكه الطرق في الجزائر هي الحمد لله راهي متكثفه. اما مشروع ازدواجيه الطريق رقم 8، الطريق الوطني رقم 8 شطره بين سور الغزلان وديره، كي تربط هذايا وفي بعد الانجاز هذا اللي هو عنده مده انجاز تاع 11 شهر كي ينجز هذا الطريق، نكون يسهل الولوج من المناطق والولايات الوسطى، خاصه منهم الولايات الوسطى الشرقيه، الى كل الشرق الجنوبي للوطن. مشاريع تكتسي أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة، كونها تربط المنطقة الصناعية بالبويرة بالطريق السيار شرق غرب. ودفعا للحركة التنموية، وبعد تسليم 84 كيلومترا من مشروع منفذ الطريق المزدوج الرابط بين أحنيف وميناء بجاية بالطريق السيار شرق غرب، وتيرة متسارعة يشهد الشطر الأخير من هذا المشروع ذي البعد الاستراتيجي. عزوز هواري يفصل. منفذ الطريق المزدوج الذي يربط ولاية بجاية بالطريق السيار شرق غرب هو من بين المشاريع الكبرى، مشروع مهيكل ذو أبعاد حيوية تنموية واقتصادية تسرع المؤسسات المكلفة بالإنجاز الزمن لإتمامه. بمنشأته الفنية القاعدية، شطر وحيد على امتداد 16 كيلومتر هو كل ما تبقى من مشروع مهيكل متربع على مسافة إجمالية قدرت ب 100 كيلومتر من منطقة أحنيف إلى ميناء بجاية. منفذ هام استحسنه مستعملو الطريق بعد دخول اغلب اشطره حيز الخدمه. تقرين صورك سيدي عايش تفضل ولا الله زون رقبو ساعه 3 شوية ويا ما الا ما الا تسرحوا كيا ترى الله يبارك عقلي كدا عقلي كدا نتسوالف 20 مينوت تلقى كسال حمزه لا كان تزيد تكمل ان شاء الله على البجايه يكون ان شاء الله الخير خير من هكذا وديما راهي القدام ان شاء الله والله الحمد لله. كل غير طريق ما شاء الله تمشي مسرحه وبالخف تكون في بدايه ولا غير سليمه وحدها الطريق هذا ان شاء الله. هذيك من برينا ترونسون هذيك من ميل البوري كذا فيكم يا اللي بيريني برداني الكل نهار اللي درنا لا بينترون هذيك نقصنا من العسل بزاف بزاف. كاين واحد الوقت كي نجيو نهبطوا من احنف الاحريق تقرينت من تقرينت من تقرينت حتى القصر نضربوا جوج شوية ونص دروك عندنا 20 دقائق ينقص العثاب الله ما شاء الله. دي كراسي العبد واليوم باي ميتو غادي ياخذ باغ اكزومبل 4 ساعات 5 ساعات دي كراسي زيك تروح تشين دوبري ذا قديمة تشوط 4 5 سوايع 6 سوايع 7 في ريكوم يا لي سيمي ريمورك تورا تروح تسيس العقري كتعد ما تروح 80 100 تعد 3 زبال. في كل محور من محاور هذا المشروع وعلى امتداد النقطتين الكيلومتريتين 11 و 16 تصطف ورشات الإنجاز في ديناميكية تترجمها عمليات شق هذا الرواق الرئيسي. لقد تم التسليم 84 كيلومتر على 100 وحاليا يعني الأعمال راهي بين الشطر نقطة كيلومترية 16 حتى نقطة كيلومترية 11 يعني بين مرج ومان وبلدية وضغير اي كومبري اعمال تاع لي شونجور تاع وضغير. على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 11 يزداد تركيز المقاولات المكلفة بالأشغال على تثبيت الدعامات الأساسية تحسبا لعمليات وضع روافد محولي شبكة الطرق الاجتنابية. في
في هذا المقطع من 16 كيلومتر الموجودين، كل كيلومتر من هذا 16 كيلومتر يوجد فيها ورشه على 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 قدم وساق، وتعرف تقدم كبير، وكذلك مواد الطمي على مراها تسير بوتيره مقبوله جدا. هذا المشروع جد مهم بالنسبه للميناء بجايه، وبالنسبه كذلك المناطق الصناعيه الموجوده على مستوى هذه النقطه الكيلومتريه، وهي المنطقه الصناعيه للقصر الذي سيربط مباشره بهذا طريق السيار، ما يجعل يعني الصناعيين مستثمرين مباشره يعني الاتصال اما بطريق السيار شرق غرب على مستوى بني منصور او بما يتعلق بالميناء. في انتظار تسليم الشطر الأخير من منفذ هذا الطريق المزدوج إلى آخر نقطة بالميناء، تكون الولاية أمام واجهة اقتصادية تنموية حيوية مكتملة. في الفلاحة تسعى شركة النشاط الزراعي الغذائي التابعة لمجمع سونطراك إلى استحداث قطب فلاحي متخصص في إنتاج بذور القمح وتكثيفها بمنطقة قاس الطويل بولاية ورقلة بعد نجاحها في مجال الزراعات الاستراتيجية. حمزة ملوح. بعد إعادة بعث المشروع الفلاحي بمستثمرة النشاط الزراعي الغذائي التابعة لمجمع سونطراك، نتائج مشجعة حققها القائمون على الشركة في مجال الزراعات الاستراتيجية بمنطقة قاس طويل بولاية ورقلة. رايحين إلى إنتاجية لبس بها. الموسم الماضي كنا دايرين 55 قنطار في الهكتار، والسنة حسب التوقعات تاعنا راح نفوتوا بربي ان شاء الله 60 قنطار في الهكتار. زياده المساحه المسقيه على مستوى دائره حاسمي سعود، كانت الموسم المنصرم 1781 هكتار، لاحظنا هذا الموسم زياده بنسبه 200%، حيث وصلت المساحه الى 3789 هكتار. وتسعى شركة النشاط الزراعي الغذائي إلى استحداث قطب فلاحي متخصص في إنتاج بذور القمح بالمنطقة، ومتابعة تطور الأصناف الجديدة رصدت لها جميع الوسائل المادية والبشرية. 90 هكتار السنة الماضية، السنة الحالية درنا 10 محاور حوالي 300 هكتار، ودائما في إطار أونسنسكري دون لوبتيكي لا استراتيجي دو ليتا د ميستير د لاغريكولتور، نو زافون ديفلوبي 4 بيفو بور لا ميتيبليكاسيون، يعني تكثيف البذور حوالي 120 هكتار. توجه شركة الأنشطة الزراعية الغذائية نحو الاستثمار الفلاحي للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي يؤكد أن مجمع سونطراك يمتلك من الإمكانيات المالية والتقنية والخبرة في التسيير ما يؤهله لريادة هذا النوع من المشاريع بنجاح. في سياق ذاته، حقق مستثمر فلاحي من ولاية الصيف تجربة رائدة في إنتاج بيض الدجاج بمركب خاص لتربية الدواجن، ويعد هذا المركب من المركبات الهامة المستخدمة لإنتاج المادة الأولية من مسحوق البيض، مما يحقق الاكتفاء الذاتي في الأفق. كريم عبادة. ثانيا بعد المحروقات، يمثل فرع الصناعات الغذائية والتحويلية ما بين 50 إلى 55% من الناتج الداخلي الخام، ولأنه صمام الأمن الغذائي لأي دولة من خلال توفير السلع الاستهلاكية والتموينية، استأثر بعناية خاصة من السلطات العمومية التي رفعت غبن التعقيدات البيروقراطية عن المستثمرين، فكان العطاء بقدر تحفيز. استفدنا ثاني في مشتى فاطمه من مذبحه للدواجن، يعني من قطعه ارض، وزاد اللي راه مشجعنا ومقوينا بزاف هو قرار رئيس الجمهوريه اللي زادنا حنا تيفيه. مجمع تربية الدواجن وإنتاج البيض بالعلمة بولاية سطيف أنموذج الاستثمار النوعي والحداثي بما يوظفه من تكنولوجيات وتقنيات، وتوقعات إنتاج مقدرة بمليون ومئتي ألف دجاجة ومئة وثمانين ألف بيضة يوميا. الجزائر تمتلك أو عندها الانستالاسيون لي بلي غران دون أفريك مع جنوب إفريقيا. المستثمر الجزائري راه يخدم بالتكنولوجيا، يستعمل التكنولوجيا الجديدة، عنده الحداثة، وهذا الشيء اللي خلى المنتوج الجزائري اليوم يعني ان برودوي دو كاليتي.
مسحوق البيض منتوج غريب عن قاموس عاداتنا الاستهلاكية، وهو استثناء المجمع والتحدي الذي يعتزم رفعه قريبا بدخوله مرحلة إنتاج هذه المادة الأولية دون محاجة لاستيرادها كتجربة فريدة وقيمة مضافة للاقتصاد الجزائري. لقينا شوية نقص في هذه المادة التحويلية اللي تدخل أصلا في الصناعات الغذائية وتدخل في الصناعات الصيدلانية، خاصة في الصناعات الغذائية التحويلية الكبيرة هذه لازم يكون البيض باستوريزي. لا بودر دوف نقدر نستوكيو حتى 3 سنوات، يعني في تمبيراتور عادي تاع 20 درجة، يعني نفس البروسيس تاع الحليب المبستر اون بودر. من أهم حسنات هذا الاستثمار المتميز الذي تعزز بمصنع أعلاف يشارف على نهايته واستكمال سلسلة الإدماج المطلق، مساهمته في ضبط السوق بامتصاص فائض الإنتاج، حيث يستشرف القائمون عليه عقد شراكات مع مربي الدواجن. وبهدف تعزيز الجهود لدعم ومرافقة المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتربية المائيات بولاية سيدي بلعباس، جاء الملتقى الجهوي حول الاستثمار في تربية المائيات بالولاية، والذي عرف حضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومهني القطاع. التغطية لكاميليا حمومة. على مساحة تقدر بأربع هكتارات، تتربع المفرخة الجهوية لإنتاج أسماك المياه العذبة ببلدة الطابية بسيدي بلعباس، وتحتوي على عدة أحواض مخصصة للتسمين. هذه المنشأة ستعرف عدة عمليات لإعادة بعث نشاطها من جديد. عندها مشكل أن انخفاض مستوى المياه في البئر اللي كان يمول المحطة، والآن هذا المشكل تحل في هذه السنة إن شاء الله، من أجل جعلها قطب جهوي لدعم وتطرق تربية المائيات. وفي لقائنا الثاني من نوعه انطلقت بالقطب الجامعي الجلالي اليابس فعالية الملتقى الجهوي حول الاستثمار في تربية المائيات، ومع معرض متنوع بحضور مختلف المستثمرين والمنتجين في تربية المائيات. سيتي هاكاطون هذا داروا فيه 5 تيماتيك، حنا شاركنا في لا تيماتيك تاع بيش وربحنا بهاد لا سوليسيون تاعنا البرومي بري. كواسين درجة أولى وثانية، يعني يخدموا في هذه المزارع تربية المائيات اللي كانوا شوطونت، وما بطوا يديروا لانسالاسيون تاع الفيليا تاع ليمون. فدنا كثيرا كيفية تربية السبيريلينا وما هي فوائدها. هذه الدورة تفيدنا احنا في عملنا في مجال الصيد البحري. أردنا لهذا الملتقى أن يجيب على كثير من التساؤلات مع حضور مختلف المهنيين المتعاملين، خاصة في ظل التحفيزات الجديدة في قانون المالية لسنة 2024. تعلمون أن هناك تحفيزات مالية مباشرة لمختلف المستغلين سواء متعاملين أو فلاحين، بالنسبة لي خاصة سمك البلطي أو ما يعرف بسمك التلابيا. وببلدية المطار استفادت مزرعة لتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة من برنامج استزراع سمكي في أحواضها المائية لما تحتويه من موارد مائية هامة. عشية الاحتفال باليوم العالمي للعمال، قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رفقة وزير النقل بزيارة إلى محطة آغا. الزيارة جاءت للوقوف عند الظروف المهنية لعاملات السككية الحديدية، وعلى هامش الزيارة رافق الوزيران سائق القطار من محطة آغا إلى مطار هواري بومدين الدولي. تنقل إلى قطاع النقل وخاصة قطاع السكك الحديدية من أجل الاطلاع على نماذج من النسوة التي اقتحمنا مجالات صعبة وهي صيانة وقيادة القطارات. جئنا كذلك نثمن جهد العنصر النسوي في أداء الخدمة العمومية اللي حاليا تعرف انطلاقة جديدة، اليوم عينة من العينات وين المرأة عندها مكانة. وبمناسبة أسبوع الأصم العربي في دورته 49، نظمت المدرسة العليا للأساتذة الصم البكم احتفالات لأول مرة بالجزائر، عرضت خلالها جهود الدولة للتكفل بهذه الفئة وآليات إدماجها في مختلف القطاعات المهنية. روزر الناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. لغة الإشارة، نظام يترجم الكلمات إلى إشارات، ما يسمح للصم البكم من التواصل، أما إدماجهم مهنيا فيتطلب تأهيلهم.
أكثر المجالات التي يتجه إليها الصم في وقتنا الحالي هو التمهين، لكن نحن هدفنا أيضا التعليم، يعني حتى نجعل الكفتين متساويتين. سواء كان الطفل أو الطالب أو الشخص المعاق سمعيا نجح مدرسيا، سوف يقوم بابتكار مؤسسة ناشئة أو الولوج من خلال كل القوانين التي تضمنها الدولة الجزائرية الخاصة بالدمج الاقتصادي. اليوم نحتفل بأسبوع الأصم العربي ولأول مرة في الجزائر بهدف زيادة الوعي والتوعية بفئة الصم. المعرض هذا كان فرصة لتقديم مشاريع تخدم ضعاف السمع. اليوم نعرض تطبيق ساين آز، هو تطبيق لترجمة لغة الإشارة. الهدف من التطبيق هو كسر حواجز التواصل بين الأطفال الصم والأطفال العاديين. خلال التطبيق نتاعنا اللي هو أفاتار يحاول أنه يكسر هذا الحاجز من خلال أنه الأستاذ يكتب وش حاب يقول ويكتب المعلومة، والأفاتار يحول المعلومة المكتوبة إلى لغة إشارة. تأهيل فئة الصم البكم لإدماجهم مدرسيا ومهنيا، برنامج مستمر يهدف للرفع من إسهامات هذه الفئة في التنمية الاجتماعية. في موضوع آخر، وعلى إثر التقلبات الجوية وتهاطل الأمطار بكمية معتبرة على مدينة عين لحجل بولاية المسيلة، تدخلت وحدات الحماية المدنية التابعة لولاية المسيلة وسيدي عيسى من أجل امتصاص مياه الأمطار في عدة أحياء وإخراج سيارتين عالقتين في المياه، حيث جندت الحماية المدنية كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة. هذا وأفادت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية بأن عدة ولايات من الوطن تشهد تساقط أمطار غزيرة مرفقة بحبات البرد والرياح صنفت في مستوى يقظة برتقالي. ولمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس نتحول مباشرة إلى ديوان الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا من هناك المكلف بالإعلام لدى ديوان هورية بن رقطة. سيدتي، ماذا عن التوقعات في الأيام القادمة بحول الله؟ إذن بالفعل نحن تحت تأثير الاضطراب الجوي الذي خص المناطق الغربية والوسطى وحاليا يخص الوسطى والشرقية للوطن، بحيث هناك نشريات خاصة أي تنبيهات من المستوى الثاني يخص أغلب المناطق الوسطى والشرقية للوطن بتساقطات مطرية معتبرة. هذه النشريات الخاصة إن شاء الله سوف تنتهي صلاحيتها ابتداء من مساء اليوم. إذن تتوقع مصالح الأرصاد الجوية إن شاء الله تحسنا في الطقس واستقرارا ابتداء من هذا المساء، ولكن يوم الأربعاء إن شاء الله راح تكون الأجواء مستقرة على أغلب المناطق الشمالية، ولكن في أواخر دائما يوم الأربعاء راح نتوقع كذلك قدوم اضطراب جوي من نوع آخر. إذا راح يكون عندنا موعد مع تساقطات مطرية مساء يوم الأربعاء تبتدئ من المناطق الغربية والوسطى، ولكنها ليست بنفس الحدة والشدة كهذا الاضطراب الجوي الذي نعيشه حاليا. ابتداء من يوم الخميس راح يكون استقرار شامل، بل وضعية جوية طبيعية وأيضا لطيفة من حيث درجات الحرارة. سوف تستمر هذه الوضعية المستقرة خلال نهاية الأسبوع وحتى بداية الأسبوع القادم بإذن الله. السيدة هورية بن رقطة المكلفة بالإعلام لدى ديوان الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. دوليا، وفي تطورات الوضع بغزة، شنت طائرات الاحتلال الصهيوني غارات على بلدة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بجروح، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس التي انتشلت بها فرق الدفاع المدني 6 جثامين لشهداء بحي الأمل في خان يونس جنوب بي القطاع. هذا وكانت وزارة الصحة في القطاع قد أعلنت عن ارتكاب الاحتلال الصهيوني 6 مجازر راح ضحيتها 47 شهيدا و81 جريحا خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى أزيد من 34500 شهيد وأكثر من 77700 مصاب. من جانب آخر، اعترف
اعترف الاحتلال الصهيوني بمقتل 2 من ضباطه في عمليات بغزة، وهذا بعد ساعات فقط من مصرع 3 من جنوده وإصابة 11 آخرين. وفي آخر المستجدات بقطاع غزة، ارتفعت حصيلة شهداء القصف الذي طال شرقي مدينة رفح إلى 22 شهيدا وعشرات الجرحى، والتلفزيون ينقل صدمة ناج فقد خليله في هذا القصف، موازة مع ارتفاع الرقم الإجمالي لضحايا العدوان السافر إلى أكثر من 34,400 شهيد وأزيد من 77,600 مصاب. مراسلنا من غزة وسام أبو زيدة. يلا قوم والله غير يا جماعة نعمل شاي يلا مع بعضنا وانت هاي بده يقف خلص بده. تمناه أن يبقى حيا ليشرب معه الشاي كما تعود دائما. كانت هذه أقصى أمنيات هذا الشاب الفلسطيني الذي فقد صديقه في إحدى غارات الاحتلال والتي استهدفت عدة منازل في مدينة رفح جنوبي القطاع وخلفت 20 شهيدا، وكان من بين الشهداء هذا الشهيد، وما زال صديقه لم يصدق أنه فارق الحياة بعد أن تعاهدا على العيش والموت معا. يلا يا أخوي يا أخوي قوم والله ما نسند غيرك يا أخوي والله صح أنا وإنت بنروح مع بعض على الموت بس ما خليكش تروح وتسيبني. وفي ساعات النهار كانت الجرافات تسابق الزمن لإزالة الركام بعد غارة على منزل سكني آخر، فيما تقوم فرق الدفاع المدني بالبحث عن الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مخلفاً القصف الإسرائيلي دماراً واسعاً في المنازل المجاورة والمأهولة بالسكان والتي يتم البحث فيها عن مصابين أو جرحى والذين تناثرت دماءهم وأشلاءهم بين حطام الركام. تم نقل بعض الشهداء والمصابين إلى مستشفيات رفح اللي هو الكويتي والنجار. الآن جاري البحث عن مفقودين تحت الركام وتحت الأنقاض. تقريبا في 4 مفقودين لحتى الآن لم يتم العثور عنهم، أما أطفال في الغالب يعني ونساء. الساعات الأخيرة استشهد أكثر من 34 فلسطينيا في عدة غارات متفرقة على غزة في اليوم السادس بعد 200 من العدوان الإسرائيلي، في حين ما زال الفلسطينيون يترقبون أي تطورات سياسية لوقف العدوان على مدينة رفح والتي ينزح فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني يطوقون للعودة إلى شمال القطاع. يعني أنا حسب ما بشوف إنه قطاع غزة خاشش بعد في موضوع رفح للجحيم للموت للنهاية. فالفلسطينيون يتمنون أن يتوقف شلال الدم النازف منذ 7 أكتوبر العام الماضي وعلى مدار 7 أشهر، ولكن أكثر الأمنيات التي تراودهم اليوم أن يتم محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق المدنيين. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وبجنيف عقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بشأن التحديات التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. هذا وأطلع المفوض العام للوكالة أعضاء المجلس على الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة جراء تواصل العدوان الغاشم ودور الأونروا في تقديم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية. ووفقا لأحدث تقرير للأونروا عن الوضع في غزة، فقد قتل 178 موظفا من الوكالة وتعرضت 163 منشأة تابعة لها لأضرار جسيمة في القطاع. وبالعودة إلى أخبار الوطن، استفاد قطاع الشباب والرياضة من برنامج استثماري هام في إطار ترقية الأداء الرياضي والشبني. وبالمناسبة وقف وزير القطاع خلال زيارة تفقدية إلى ولاية تيارت على العديد من المنشآت الرياضية قيد الإنجاز. التفاصيل مع مراد عبروسة. بهدف تمكين شريحة الشباب من ممارسة مختلف الرياضات، توفر هذه المنشآت والهياكل خدماتها للجمعيات الناشطة تعزيزا لدورها الهام. عندنا مرفق شباب وعندنا مدربين الله يبارك يعرفوا يدربوا مطالين. كنجي انا من السباحة نجي نسب فخر، يعني نجي انا وصحابي ونمارسوها عادي نورمال. انا نجي لهنا خاطرش نظيفة وكبيرة وفيها المرافق العمومية تاعها. عندنا أكثر من 500 رياضي ما بين
مختلف الفئات العمريه، مختلف الاجناس، نساء ورجال. الرياضه تاعنا القدره والتحمل اللي هي لونديرونس، لا ديستونس العود شحال يجري. نبداو ب 40 كيلو. كل فريق ياخذ يصمم الروبو تاعه، ذاك الروبو تاعه يحل ذوك المشاكل الموجوده على الطاوله. وضمن التزامات الدولة مواصلة تجسيد منشآت رياضية وفضاءات جوارية ترقية للأداء الرياضي والشباني. مشروع هذا مخيم للشباب بسعة 300 سرير بمساحة 7500 متر مربع قابل للتوسعة، بالإضافة إلى محطات للتخييم، وكذلك عندنا مساحة موسعة لإنجاز مضمار للسباق من أجل مضمار الخيول ومضمار لممارسة الرياضات الغابية. إذ التزمت الدولة الجزائرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن الالتزامات 54 خصوصا فيما يتعلق بالبند 47 الخاص بمرافقة الرياضة والرياضيين في البيئات المدرسية والجامعية وتعزيز الرياضة النسوية من خلال بناء منشآت رياضية للامتياز ومنشآت جوارية في جميع أنحاء الوطن. هي استراتيجية تهدف إلى خلق بيئة مواتية لمرافقة الشباب وتعزيز ممارسة الرياضة. والعنف في الملاعب ظاهرة أفقدت الملاعب دورها في مد جسور التلاقي والروح الرياضية، ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة نظم المجلس الأعلى للشباب يوما دراسيا تحسيسيا بمشاركة الفاعلين في القطاع الرياضي. فوزية تاج. بلورة مخطط للوقاية والتحسيس والتوعية للقضاء على العنف بالملاعب ونشر الروح الرياضية في وسط المناصرين أهم النقاط التي ناقشها اليوم الدراسي للمجلس الأعلى للشباب. التشجيع هذا لازم يكون الإنسان يعني عنده في ثقافة، يكون محترف، يكون يعني يتميز بصفات أخلاقية، لازم يكون تكون يعني عوامل يعني روحي تكون الروح الرياضية فوق أرضية الميدان. المناصر الواعي والمتقف لازم يقبل الخسارة، لأنه أيضا الذهاب إلى الملعب يعني هي فرجة ومتعة للإنسان. لا أخلاقنا ولا مبادئنا ولا ديننا يحثنا على العنف، فما بالك في العنف في مكان ضيق اللي هو نورمال يكون مسرح. التعصب والعنف في الملاعب ظاهرة أفقدت المنافسة بين الفرق الرياضية المتعة والاحترافية، من جرى عنه قوانين تفقد الجمهور حقه في تشجيع فريقه عن قرب. رسم خطة متوسطة المدى تجعلنا نعمل كشركاء جميعنا لمناهضة ومكافحة ومجاهبه هذا الموضوع، من خلال التركيز على العملية التوعوية والتحسيسية المستمرة والمستدامة، من خلال الاتفاق اللي كنا عقدناه مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل استدامة العمل على هذا المحور. إشراك الفاعلين في المجال الرياضي لترسيخ ثقافة التشجيع والمناصرة تجعل من ملاعبنا وسيلة للتلاقي ومد جسور الروح الرياضية بين الأنصار والفرق. ونختم بالفن السابع، حيث يزدر الستار هذا المساء على فعالية مهرجان الفيلم المتوسطي بونا، والذي يشهد إقبالا لا نظير له على الأفلام الفلسطينية بقاعات العروض بعنابة، على صور الفن السابع توقظ الضمائر النائمة. عايشة ببريقة. عندما تعرض الأفلام السينمائية الفلسطينية الكل يركز في أدق التفاصيل، فن يساهم في الحفاظ على التاريخ والصمود الثقافي، ويرسم صورة معاناة شعب مضطهد يناشد الحرية. وبعد العرض كانت هذه آراء الجمهور. أهم حاجة اللي ديما نقولوها احنا بالنسبة للقضية الفلسطينية ليس في أنه نتفرجوا الفيلم، يعني الحمد لله كي نشوفوا العائلات ولا الأطفال الصغار، هي أنه الضمير هذا يقعد حي. يعني إناعت وش صاير هذه الأيامات في غزة وفي فلسطين وفي رفح وفي أنا بصراحة شق لي قلبي كما يقولوا عندنا في الشرق، بكيت حتى نشبعت.
شاهدنا كيف يعاني الشعب الفلسطيني، ويعني هذا الشيء شو خلى أثر في كامل الجمهور اللي كان حاضر في قاعة سينما. الأجواء نفسها عاشها الجمهور بقاعة سينما تاك التي استمتع فيها بعرض فيلم باي باي طبرية. درحنا. Ce village elle l'a quitté il y a plus de 30 ans. للمخرجة الفلسطينية الجزائرية لينا سوالم. فيلم يروي معاناة شعب على لسان أفراد عائلتها. القصة على عيلة الفلسطينية، النساء بالعيلة الفلسطينية اللي بمرقوا قصتهم وتاريخهم من جيل لجيل رغم الفقدان والهجرة وصعوبة الحياة. الفيلم قريب جدا للقلب، سهل ممتنع بسيط، فرجة حالة عائلة فلسطينية كيف الاحتلال شتتها وشتت أختين عن بعض بسبب التهجير، وشفنا كيف العيلة مشى مسارها بطريقة سلسة صادقة قريبة للقلب. أفلام سينمائية فلسطينية تعرض خلال هذا المهرجان لتكون فضاء فنيا تضع القضية الفلسطينية على خارطة السينما العالمية. تذكرون الآن بأبرز ما ورد في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. بعد تكوين عالي المستوى تخرج دفعات الأطباء برتبة ملازم أول والأعوان لوحدات الحماية المدنية بالتأكيد على قيم المهنية والاحترافية. انطلاق أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين سور الغزلان وحدود المسيلة، مشروع حيوي بأبعاد اقتصادية واجتماعية. مجمع سونطراك يرفع التحدي في المجال الفلاحي بمشروع تكثيف بذور القمح بقاس طويل بورقلة، وتجربة تصنيع مسحوق البيض بالصيف استثمار مربح في الصناعات التحويلية. السينما الفلسطينية توقظ الضمائر النائمة ضمن مهرجان الفيلم المتوسط بعنابة، وبونا تطوي بساط الفن السابع هذا المساء. شكرا على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.